السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من تاريخ ونشأة الدول. هنتكلم النهاردة عن أقرب دولة عربية لمصر، الدولة اللي قالت هنا القاهرة في يوم من الأيام. هنتكلم عن أول دولة في التاريخ ومنبع الحضارات. هنتكلم عن دولة سوريا، هنعرف تفاصيل بدايتها ومين أول حد سكنها، وهي ليه اسمها كده، ويعني إيه الشام، وليه اتسمت بكده. تابعونا. اهلا بيكم من جديد. سوريا بحضارتها تستاهل مننا حلقه لوحدها، تاريخ عميق بيمتد لعمر البشر. لازم لما نتكلم عن التاريخ ندي التاريخ حقه، ولما نتكلم عن سوريا يبقى اول ارض اتسكنت في عهد سيدنا نوح عليه السلام هي والعراق. طبيعي يكون اللي سكنها سيدنا نوح واولاده واللي ركبوا مع السفينه دي، الارض اللي من خلالها بدات الحضارات، وهتكون هي نهايه الارض، وكمان هينزل فيها سيدنا عيسى عليه السلام في نهايه الكون. دوله التاريخ يستحق ان هو يقف قدامها بشموخ. بيقدر العلماء تواجد البشر عليها من اكتر من 10,000 ل 15,000 سنه، وهنعرف في سلسله تانية بعد كده هو عمر الارض قد ايه، امتى البشر تواجدوا على الارض. لكن المتفق عليه ان هي اول ارض اتسكنت بعد الطوفان، واول بلد ظهرت فيها الحضارات، وكانت اول ممالك هناك في شمال سوريا اسمها مملكه وحضاره ابله، اللي كانت بتمتد من البحر الاحمر جنوبا الى حدود تركيا حاليا، ودي كانت في عام 2500 قبل الميلاد. ده غير ممالك تانية زي مملكة ماري وأغريايت وعين دارة وشمس وبصفان وقطنة وشهبة وغيرهم كتير. بالنسبة للحضارات فطبيعي تكون دي البداية، بس الغريب في الموضوع ان سوريا بالذات تقريبا مر عليها حضارات الارض كلها وسكنتها. ونقولهم بالترتيب: حضارة السومريون والأكاديون والكلدان والكنعانيون والأرميون والحيثيون والبابليون والفرس والإغريق والرومان والبنطيون والبيزنطيون والعرب، كل ده سكن سوريا. سوريا طبيعي اول بلاد الشام. هي ليه اسمها بلد الشام؟ هقولك. بلاد الشام بتطلق على سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، واول الاراء في الموضوع ان اسم شام جاء من كلمه شامات، جمع شامه، وده من كتر حجم الشامات البيض والسودة اللي موجوده في تراب وحجاره الارض نفسها. وفي راي تاني، وده اكتر الاراء اللي مجمع عليها، ان اسم شام جه من اسم سام بن نوح عليه السلام اللي كان اول حد يسكن المكان ده، ومع مرور الزمن تحول من سام لشام، وبقت المنطقه كلها لحد وقتنا الحالي بيطلق عليها بلاد الشام. طب احنا عرفنا باقي الدول اسمها ايه، هي سوريا بقى ليه اتسمت بسوريا؟ في اراء واختلافات كتير في اسم سوريا. اول الاراء بتقول الاسم ده كان بيطلق على سوريا علشان امبراطوريه الاشوريه اللي كانت متواجده هناك، واللي لحد النهارده جزء من اثارها موجود، وتغير حرف الشين للسين في اللغه الساميه، وده كان شيء مألوف في اللغه دي، وده اكدوا العلماء لما اكتشفوا نقوش فينيقيه بتلفظ نفس الاسم تقريبا على المكان. ونفس الوقت اتاكد الاسم من قدماء اليونان، لانهم كانوا بيطلقوا على المكان اسم سوريا على البلاد دي نسبه الى اشوريا او بلاد الاشوريين. وكمان جه الاسم في معاهده قديمه جدا ما بين الحيثيين والاشوريين تحت اسم سريانا، لحد ما اتغير واصبح سوريا مع مرور الوقت. طيب في بدايه الحلقه انا قلت ان البلد دي قالت في يوم من الايام هنا القاهره، ده حصل فعلا، وده هيرجعنا للوحده العربيه اللي كانت ما بين مصر وسوريا. في 2 نوفمبر عام 1956 كان المصريين قاعدين مستنيين خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي كان هيقوله من فوق منبر الجامع الازهر بعد صلاه الجمعه. وقتها هاجمت المروحيات الانجليزيه والفرنسيه والاسرائيليه مقرات الاذاعه المصريه بمنطقه ابو زعبل، وانقطع وقتها الارسال، والكل كان في سكوت تام. كان وقتها الوحده العربيه بيننا وبين سوريا والقوميه العربيه كانت في اشد حماس ليها. فكان هناك في مذيع اسمه عبد الهادي البكار نطق في الاذاعه السوريه من دمشق هنا القاهره، وكان موقف وقتها هز قلوب كل المصريين والعرب، وحسينا قد ايه فعلا ان احنا زي الجسد الواحد. وطول فتره العدوان الثلاثي كانت دمشق بتقول هنا القاهره. اللي بيربط سوريا بمصر حاجات كتير حلوه قوي، حاجات زادت اكتر في القرن اللي فات، حاربنا سوا واتحدنا سوا وشعبنا وشعبهم حتى في خفه الدم واحد، اكتر شعبين في الوطن العربي بيحبوا بعض مصر وسوريا، حجم الراحه بينا مخلينا حرفيا نحس ان تراب مصر وسوريا واحد، وعمرنا ما فرقنا عن بعضنا. يا رب ترجع سوريا زي الاول واكتر، وربنا يبارك في ارضها وشعبها. حلقتنا خلصت، بعتذر ان هي كانت طويله، بس كان لازم ندي التاريخ حقه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، هسيب لكم المصادر في صندوق الوصف او في اول تعليق. ما تنسوش تدعمونا على قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك بنفس الاسم. اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.